وللوقوف أكثر على التطورات السياسية الأخيرة في سوريا، ينضم إلينا من دمشق الدكتور منذر خدام، رئيس المكتب الإعلامي في هيئة التنسيق الوطنية. سيد منذر، مرحبا بك. أهلا وسهلا. سيد منذر، الحديث المتزايد عن السلاح النووي، هل هو الخشية من أن يقع السلاح الكيميائي في أيدي إرهابيين تسللوا إلى سوريا أو أن يستخدمه النظام؟ يا سيدتي، السلاح الكيميائي ليس لعبة وليس قذيفة مدفع ولا قذيفة راجمات صواريخ. السلاح الكيميائي إن وجد في سوريا فلن يستطيع النظام استخدامه، ولأنه ببساطة يعني هذا مصنف ضمن سلاح التدمير الشامل، ثم لا يستطيع أن يتحكم بنتائجه. الثورة في سوريا، الشعب السوري المنتفض هو في الأحياء، هو في المدن، هو في القرى، أين سوف يستخدم هذا السلاح؟ لذلك أنا أعتقد الحديث الكثيف الآن في الإعلام عن السلاح الكيماوي ليس سوى وسيلة ضغط سياسي، وربما تهيئة الأجواء الحقيقة، يعني أنا أضعه حقيقة ضمن تهيئة الأجواء ربما لمفاوضات قادمة تعمل عليها روسيا وأمريكا. أنا أضعه الحقيقة في هذا السيناريو، لأنه النظام ليس من الغباء إلى هذه الدرجة لكي يستخدم السلاح الكيماوي، لأنه يعلم تماما أنه عندئذ سوف يعرض نفسه للتدخل الخارجي بل وللمحاكمات أمام محاكم جرائم الحرب الدولية. لذلك أنا أعتقد لن يستخدمه. نعم، هل يعني ذلك بأن نشر أو الحديث عن الأسلحة الكيماوية ليست بداية للتدخل العسكري كما يقول البعض؟ يا سيدتي، لو أرادوا يتدخلوا فستدخلوا منذ وقت من قبل. هم يدركون أن في سوريا من الصعوبة بمكان التدخل العسكري، ثم سوريا ليس فيها نفط ولا ليس فيها ثروات، وهناك كثافة سكانية عالية، فأي تدخل سوف يؤدي إلى مآسي للشعب السوري. سوف يعني يسقط ضحايا ربما بمئات الألوف. أضف إلى ذلك أن النظام لا يزال لديه فائض قوة، يمكن فعلا ان يؤدي الى يعني كما قال رئيسه الى زلزال في المنطقه. هذا ليس مزحه حقيقه، ولذلك انا اعتقد لن يكون مقدم لاي تدخل عسكري خارجي، لانهم لن يتدخلوا اصلا، وهذا من الاوهام الكبيره للاسف التي زرعوها بذهن كثير من المعارضين، وتبين في النهايه هي ليست سوى وهم ولا لن يتدخل. ماذا عن نشر صواريخ الباتريوت على الحدود التركيه السوريه؟ هل من علاقه بين هذه الصواريخ التي ستنشر وبين التلويح او الحديث عن الاسلحه الكيميائيه؟ يعني هل من ربط بينهما دكتور منذر؟ يا سيدتي، وسائل الضغط السياسي كثيره، ومنها ايضا الباتريوت. انا اخشى حقيقه، وقبل قليل كنت اتحدث على قناه اخرى، انا اخشى ان تكون ليس المستهدف هو سوريا، بل ان يكون المستهدف من وجود هذه البطاريات، يعني ان تصبح امرا واقعا، يعني ان تستخدم الحاله في سوريا كذريعه لنشر هذه البطاريات ولكي تبقى في مكانها كامر واقع موجهه ضد ربما دول اخرى ومصالح اخرى. يعني لن تفيد شيئا في الداخل السوري. نعم دكتور منذر، من هي هذه الدول الاخرى المستهدفه؟ ربما تكون ايران، ربما تكون روسيا. يعني ربما تكون ايران وروسيا، والروس حقيقه منزعجين جدا من نشر هذه البطاريات. نعم. وقال الرئيس بوتين انه هذا نحن على الحدود، وهذا سيضطرنا الى يعني التفكير جديا بنشر مثل هذه الصواريخ. نعم دكتور منذر، وصول الاشتباكات إلى مناطق حساسة كدمشق ومحاصرة المعارضة المسلحة لمطار دمشق الدولي لعدة أيام، كيف تفسرها؟ كيف تنظرون في هيئة التنسيق إليها؟ يا سيدتي، المعارضة المسلحة أصبحت في كل مكان وتسيطر على أكثر مكان في سوريا. يعني حقيقة خارج المدن الأساسية يكاد النظام يعني ليس له أي سيطرة، هذه حقيقة. والان مطار دمشق الذي هو رمز سيادي، لانه مطار دمشق دائما في كل الدول هناك مطار يعني هو رمز لسياده البلد، ومع ذلك هذا المطار اصبح محاصرا تقريبا من كل الجهات والطريق مقطوع اليه. وبالتالي هذا ان دل على شيء ان قوه النظام تتراجع كثيرا في مقابل ان قوه المعارضه تتقدم. لكن هذا لا يعني، حتى لا نبني عليه اوهاما،
أن المعارضة المسلحة صارت قاب قوسين أو أدنى من إسقاط النظام، فالنظام لا يزال يمتلك فائض قوة ولا يزال لديه قوة كثيرة يمكنه أن يستخدمها في الوقت المناسب. نعم، دعنا نتوقف دكتور منذر على تصريحات كلينتون التي أعقبت لقائها مع الإبراهيمي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في دبلن يوم الخميس. تحدثت كلينتون عن صعوبة التوصل لحل للأزمة السورية، وقالت بأنهم مع الروس ملتزمان بدعم جهود جديدة للأخضر الإبراهيمي من أجل عملية انتقال سياسي تم الاتفاق عليها بموجب إعلان جنيف في يونيو حزيران. ما دلالة الحديث عن صعوبة حل الأزمة من جهة، وعن جنيف إعلان جنيف من جهة أخرى دكتور منذر؟ هلا للاسف الدولتين انا احملها مسؤوليه دفع الامور في سوريا حتى نوصل الى هذا المستوى. لو ارادوا ان يحلونها في البدايه لحلوها باقل التكاليف للشعب السوري. الان انا اعتقد اصبح هناك خشيه حقيقيه من ان تنتقل الاوضاع في سوريا، وخاصه بعد ظهور يعني عناصر متطرفه وعناصر مرتبطه في القاعده والى اخره، وبالتالي ان تنتقل الى المنطقه بكاملها. إضافة لذلك وهذا ما قاله لنا اللحظة الإبراهيمية، أن روسيا والصين يقتربان من تفسير اتفاق جنيف، وهذا إن دل على شيء فأنهم الآن بدأوا ربما يفكرون جديا بمخرج سياسي للأزمة في سوريا. أيضا ما قاله السفير روبرت فورد في الدوحة لمحاوريه عندما طالب المعارضة في الخارج بأن تخفض من مطالبها، وأيضا ما قاله سفير آخر أو نائب سفير آخر لمندوبنا للأستاذ هيثم مناع في باريس. يبدو لي الآن الإدارة الأمريكية بدأت تتنشط من أجل البحث عن حل سياسي، وهم يدركون أن أي حل سياسي لا يمكن أن يتم بدون التعاون مع روسيا. فنحن نأمل خيرا أن يعني أن يفتح مسار سياسي يؤدي في النهاية إلى إسقاط هذا النظام، لأنه الشعب السوري لا يمكن أن يقبل التعايش مع هذا النظام، وفي نفس الوقت أن يجنب سوريا مزيد من الصراعات الدموية ويوفر عليها تدمير بنيتها التحتية ويحقق للشعب مسار من أجله، أي أن يحقق له الحرية والكرامة والديمقراطية، وهذه مسائل لا يمكن التراجع عنها مهما غلت التضحية. نعم، هنا هل يمكن دكتور منذر من أن يتم تفعيل إعلان جنيف مجددا، والجميع يعلم بأن الخلاف بين روسيا والدول الغربية يعني يتمحور حول تفسير اتفاق جنيف، ما إذا كان يمكن للرئيس السوري بشار الأسد المشاركة في المرحلة الانتقالية أم لا؟ حقيقة هذا يعني هذا سؤال إشكالي نسبيا على الأقل بين الدولتين. يعني ما سمعناه من روسيا عندما كنا في زيارة لهم، رغم أنهم لم يتغير شيء جدي في موقفهم، يعني للأسف الشديد يعني يمارسون شيء من العلاقات العامة أكثر من الحوار السياسي معنا ومع غيرنا أيضا، لكن مع ذلك بدأوا يدركون خطورة الأوضاع في سوريا، وبالتالي لأول مرة يوجهون رسالة لافروف كما قال لوفدنا، يوجهون رسالة للقيادة السورية يطالبونها بصراحة بالإيقاف عن التوقف عن استخدام الطيران والأسلحة الثقيلة ضد التجمعات المدنية. فإضافة لذلك أمريكا أصبحت تخشى حقيقة من تنامي قوة المتطرفين في سوريا، وهذه حقيقة ليس وهم. هذا ربما يقربهم أكثر من تفاهم ما على قراءة جديدة لبيان جنيف، وربما روسيا تسعى الآن حقيقة وكما قيل لنا إلى يعني عقد مؤتمر جنيف ثاني على أن تحضره هذه المرة إيران والسعودية، وربما يجي العمل الحقيقة من أجل إعداد هذا المؤتمر ربما يعقد قريبا. نعم نعم دكتور منذر خدام رئيس المكتب الإعلامي في هيئة التنسيق، شكرا لك على هذه المشاركة.